خوف وقلق يسود أوساط المواطنين هنا في تعز بسبب الأخبار الواردة حول فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وانتشر بسرعة فائقة في بعض دول العالم بنسب متفاوتة. ماشي عن احتياطات يعني اللازمة نفعلها نفس كل الدول تعمل إجراءات احتياطية مثل الحجر الصحي نفس مناطق نفس كذا نفس مستشفيات. نناشد الحكومة اليمنية والمراكز الصحية بأعمال لجان طبية في المطارات أو عمل فحوصات طبية إذا وجد هذا المرض. التدابير الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة الفيروس كان لبلادنا جزءا يسيرا منها، حيث عمدت إلى وضع الفرق الطبية في مطارات عدن وسيئون لفحص المصابين ومنع دخولهم إلى البلاد، إلا أن ذلك لا يكفي بحسب مختصين مقارنة بوجود مراكز للحجر الصحي تسهم في احتواء الإصابات إذا ما وجدت. عندنا فريق طبي الآن أضافوا إلى الفريق الطبي مجموعة أطباء وبيكشفوا على الناس، عندنا أجهزة يعني الحمد لله يعني نقول بتمشي العمل، لكن أدعو الناس يعني أنه ما فيش قلق، لا يقلقوا، ما فيش خوف، الأمور طيبة عندنا إلى حد الآن، لم يصلنا أي شخص مريض من أي جهة، وكلما يعني ينتشر وسائل السوشيال ميديا كلها أخبار بعضها معظمها كاذبة، ونأمل من الجميع أن يتحروا الدقة وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها. بالنسبة لمحافظة تعز أجرينا العديد من الإجراءات وهي تعيين مركزي عزل استعدادا إذا لا سمح الله في ظهور حالات في منطقة الساحل الغربي في مديرية الذباب وكذلك بالقرب من وسط المدينة. أيضا خصصنا فرق التدخل السريع للتناوب في منطقة الساحل الغربي في مراقبة حالات الترفع الحراري للداخلين الجدد من خارج الجمهورية اليمنية. تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بشكل عام وتعز على وجه الخصوص جعل سكان المدينة يعيشون حالة من الترقب، الأمر الذي دفع بغالبيتهم إلى الإقبال الشديد على شراء المستلزمات الطبية ومنها الكمامات، ما ساهم أيضا بانعدامها بشكل شبه كلي من أغلب المحال. التوعية بمخاطر الفيروس المنتشر وطرق الوقاية منه بالإضافة إلى البدء بإنشاء مراكز حجر صحية خطوات لابد للجانب الصحي القيام بها كإجراءات تطمينية للمواطنين. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.